بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. إذا أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا يتجدد اللقاء مرة أخرى مع محاضرة المنهجية القانونية بعد غياب طويل نوعا ما. في الحقيقة هذه المحاضرة التي ستليها محاضرات أخرى أكثر تركيزا وأهمية. هذه المحاضرة في الحقيقة جاءت بناء على كذلك طلب أحد الطلبة الذين طلبوا مني أن أشرح المحاضرة المطبوعة التي رفعت في موقع الجامعة المتعلقة بالمناهج أو الأنماط التي تكتب في الهوامش والحواشي، والتي كنت قد أدرجتها ضمن مقرر برنامج المنهجية القانونية. في الحقيقة هذه المحاضرة، قلت إذن هذه المحاضرة المتعلقة بأنماط الحواشي التي تستخدم في الحواشي، في الحقيقة هي لا يستخدمها كثيرا طلبة الحقوق أو الباحثين في الحقوق، سواء كانوا طلبة أو أساتذة، ولكن مع ذلك تطلب منا في كثير من الأحيان في بحوثنا في مقالاتنا أن نستخدم يعني بعض المقالات بعض المجلات تلزم الباحثين باستخدام هذه الأنماط. في الحقيقة أكيد ربما الطالب ولا الباحث غير متعود عليها قد يستغرب ولا قد يجد صعوبة في ربما تطبيق هذا النمط، ولكن سترون فيما بعد في ربما في الفيديو القادم طريقة بسيطة وسهلة جدا في كيفية التعامل مع هذه الأنماط والمناهج الحديثة في كيفية توثيق الاقتباسات أو توثيق المراجع التي يعود إليها الباحث أو الطالب. إذن أنا سميتها بطرق التهميش أو التوثيق الحديثة، على اعتبار أنها صحيح فيها أنماط ومناهج حديثة يتعامل بها الكثير من المختصين في مجالات كثيرة كما سيتضح، إلا أن هذا الأنماط يمكن أن نميز فيها بين منهجين. المنهج الأول يعني الذي يستخدم، هناك أنماط تستخدم في المتن، وهناك أنماط أخرى تستخدم في الهامش أو في أسفل الصفحة. إذا نبدأ بالمناهج الأولى التي يعني توثق في المتن. إذا البند الأول تهميش في المتن، لا دوكيومونطاسيون دو لو تيكست. في هذا المناهج هناك أنماط عديدة، ولعل أولها وأبرزها منهج الأبا، لو ستيل أبا، الذي أنشأته جمعية علماء النفس الأمريكية American Psychological Association، وهي إحدى أهم المعايير العالمية وأكثرها شهرة في العالم. قلت يعتمدها المتخصصون في علم النفس وكذلك العلوم الاجتماعية غالبا. تقوم على نظام مؤلف تاريخ، يعني أي باحث لما يرجع لأي مرجع مباشرة بعد الجملة في المتن، احنا قلنا في المتن بعد الجملة مباشرة، حين انتهاء من كتابة العبارة التي نقلها من مرجع معين، يفتح قوس ويكتب اسم فقط المؤلف كما سيتضح لنا هنا، اسم المؤلف والتاريخ، اسم المؤلف والتاريخ، auteur date إذا كانت بالفرنسية، l'auteur اللي هو المؤلف، تيغي يعني شرطة، وتاريخ كما واضح هنا. شوف يعني هذا مرجع بأكمله، شلبي أستاذ شلبي أحمد 1962، موضوع هذا أعطيته يعني أضربت مثال بهذا المرجع، واللي سوف تجدونه في كل الأنماط التي سأتي أو سيأتي بيانها. شوف هذا يعني هذا المؤلف أو هذا المرجع، هذا المؤلف أو المرجع يعني يكتب في المتن بحسب طريقة أو منهج أو نمط أبا
لانه كما تشوفوا هنا ابا هو اختصار ل هذا العباره امريكان سيكولوجيكال اسوسيشن ا بي اي بي اي يعني باللغه الانجليزيه اي بي اي. اذا هنا تشوفوا هذا النظام يقوم على هذا الاساس، يعني بمعنى كاع المرجع هذا نكتبوا فقط اسم المؤلف، اسم واحد فقط اللي هو اللقب والتاريخ، يعني دون صفحه دون اي شيء، يعني هذا يكتب في المتن يعني بهذه الطريقه مباشره بعد كتابه يعني العبارة أو الجملة المقتبسة. نفتح قوس نكتب شلبي 1968، هذا يسمى بمنهج الأبا، منهج الأبا. ولعلمكم كذلك يعني باش من بعد راح نوضح ذلك أكثر، أن لكل منهج أو نمط إصدارات، يعني في كل مرة يعني فيه إصدار قال الخامس السادس، لأنه فيه تعديلات على تلك الأنماط، لأنه ربما في بعض الأحيان أنني نتكلم على هذا النمط بهذه الطريقة، ربما في منهج أبا في إصدار قبل سابق ولا تجد يعني طريقة مغايرة، يعني هذا لابد أن نأخذه بعين الاعتبار. إذا نكتب يعني نظام الأبا يعتمد على هذا الشكل، يعني مؤلف تاريخ في المتن. أما في قائمة المراجع يعني لما نكتب ساي المقال ولا نكتب البحث نكتب المرجع كاملا بهذه الطريقة، شلبي فاصلة ألف نقطة بين قوسين 1968 نقطة، كيف هذا عنوان الآن عنوان المؤلف، كيف تكتب بحثا أو رسالة دراسة منهجية لكتابة الأبحاث، هذا كله عنوان، ثم نقطة البلد القاهرة، نقطتين مكتبة النهضة المصرية. يعني هذه الطريقة تاع كتابة المرجع كاملا، هذا يكون في المراجع في قائمة المراجع وليس في المتن ولا في، لأنه نظام الأبا ما عندوش هامش، يعني ما عندوش أسفل الصفحة، عنده في المتن، عنده في المتن بهذه الطريقة. هذا نظام الأبا، وحنا نقولوا الأبا باللغة العربية في الحقيقة الأي بي أي، لأنه ينطق باللغة الإنجليزية. إذا هولا هذا يكتب في المتن، ولما يعني نلايموا المراجع كلها في آخر البحث ولا نكتبوا المرجع كاملا بهذه الطريقة. إذا هذا النظام يعني لو ستيل أبا، حنا نقولوا لو ستيل أبا اللي يستخدم كثيرا في علم النفس وفي العلوم الاجتماعية. المنهج الثاني او النمط الثاني من الانماط التي تكتب في المتن، احنا دائما مع الاخر اللي هو نمط او منهج هارفارد، جامعه هارفارد معروفه. اذا قلت ينتشر هذا المنهج كثيرا في ميدان العلوم الاقتصاديه، اذا نمط هارفارد يستعمله كثيرا الباحثين في العلوم الاقتصاديه، وهو كذلك يعتمد على هذا النظام، نظام كما الابا، مؤلف تاريخ اوتور دات، مؤلف تيري تاريخ أو فاصلة عفوا فاصلة. ولقد اعتمدته بعض المنظمات العلمية الدولية كالمعهد البريطاني للمعايير بريتش ستاندرز انستيتيوشن، ومؤسسة النشر للحكومة الأسترالية مختصر أجي بي إس أستراليان جوفرمنت بيبليشينج سيرفيس. فمثلا كتابة المرجع في المتن بمعايير هارفارد تكون بعد الانتهاء من كذا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة يعني دون وضع فاصلة مباشرة شلبي 1968، بخلاف الأبا تشوف هنا شلبي يعني 1968 في منهج هارفارد الاسم مباشرة السنة. أما في قائمة المراجع فتشوفوا هنايا شلبي فاصلة ألف، شوف الاختلاف يعني بين هذا وهذا، ألف دون نقطة هنا بنقطة 1968 نقطة، ثم العنوان، ثم مباشرة مكانش، شوف مكانش القاهرة، لا توجد القاهرة هنا مباشرة، يعني مكتبة النهضة المصرية، من بعد عاد تجي البلد يعني القاهرة أو مصر إلى غير ذلك، يعني اختلاف بسيط يعني في تقديم يعني شيء على آخر. أما يعني المنهج الثالث هو منهج فانكوفر، لو ستيل فانكوفر، الذي طورته الجمعية الدولية لرؤساء تحليل المجلات الطبية، معنى أنه منهج مستعمل من أو مستخدم من طرف الباحثين في الدراسات الطبية، غير أن هذا النظام يتميز عن الأنظمة السابقة في أنه يعتمد على نظام رقمي، سيستم نيميريك،
يعني ما فيه لا حروف ولا كلمات ولا أي شيء آخر، وإنما فقط مجرد رقم واحد تشوفوه هنايا. يعني دائما في المتن، احنا دائما رانا في التوثيق في المتن، تكون بعد يعني بعد الانتهاء من كتابة النص المقتبس مباشرة نفتح قوس ونكتب الرقم، رقم واحد، فهم؟ يعني كل مرجع عنده رقم تاعو. إذا بديت يعني كان المرجع المقتبس منه هو الأول راح يكون رقم واحد، جاء مرجع واحد آخر ثاني راح يكون اثنين، وهكذا. يعني المهم يعتمد فقط على الأرقام دون أي كلمة ولا اسم ولا عنوان ولا أي شيء آخر، يعني مجرد رقم واحد يعني يكون به يعرف المرجع. وبطبيعة الحال المرجع كاملا في قائمة المراجع يكتب بهذا الشكل، يعني بالأسماء واسم أو عنوان المرجع، البلد، دار النشر والسنة. ثم المنهج الرابع أو النمط الرابع اللي هو منهج شيكاغو بي، لو ستيل شيكاغو بي، لأنه راه فيه ستيل شيكاغو أ اللي راه في سنراه فيما بعد. يعني في لأنه لو ستيل شيكاغو عنده يعني يمكن نقول نمطين فرعيين، يعني النمط أ اللي يكتب في أسفل الصفحة كما راح نشوف من بعد، وهذا النمط بي شيكاغو بي اللي يكتب في المتن يكتب. وهذا يستخدم كثيرا في ميدان العلوم الإنسانية بهذا النظام، يعني مؤلف تاريخ، عفوا مؤلف تاريخ اوتور دات، زائد الصفحة كما راح نشوفوا هنايا. أولا منهج مباشرة بعد ما نكتب النص المقتبس نكتب مباشرة هذا الاسم، مباشرة بعد نكتب النص المقتبس العبارة أو الفقرة أو كذا، نكتب مباشرة في المتن نفتح قوس اسم سنة مباشرة دون فاصلة دون شيء، ومن بعد فاصلة الرقم هذا. الرقم هذا هو عبارة عن صفحة، يعني الصفحة التي أخذت منها النص المقتبس، هما هنا الرقم هو يعني صفحة. أما في قائمة المراجع يعني في آخر الصفحة فنكتبها بهذه الطريقة، يعني شوف الاسم هنا يا أو اللقب فاصلة الحرف اللول تاع الاسم، السنة فاصلة، العنوان، البلد فاصلة، تشوفوا هادو ركزوا عليهم فاصلة، البلد نقطتين، دار النشر نقطة. إذا المنهج الخامس من المناهج أو الأنماط التي توثق في المتن هو منهج جمعية اللغات الحديثة ستيل MLA اللي هو اختصار Modern Language Association، يعني جمعية اللغات الحديثة كما يظهر من خلال الاسم، فهو معمول به في الدراسات اللغوية بالأخص اللغة الإنجليزية، لأنه يعني مطور من طرف المختصين في اللغة الإنجليزية بالدرجة الأولى، ويعتمد على هذا النظام مؤلف رقم الصفحة هم بين قوسين لوتور نيميرو دو باج، لوتور بلس نيميرو دو باج، فيكتب بهذه الطريقة بعد مباشرة كتابة النص المقتبس، يعني يكتب نفتح قوس ونكتب الاسم ثم رقم الصفحة التي اكتبس منها النص. أما في قائمة مرجع فيكتب بهذه الطريقة كاملا، ولابد يعني تشوفوا هذه الفواصل والنقاط هذه كلها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، فاصلة نقطة هنا، شوف شو هنايا يكتب الاسم كاملا بمعنى اللقب والاسم، بخلاف ما سبق كنا نشوفوا غير اللقب مثلا والحرف الاول من الاسم، هنا الاسم كاملا في منهج MLA. ثم العنوان كاملا نقطة، البلد نقطتين، دار النشر فاصلة، السنة. ثم المنهج السادس عفوا اللي هو منهج معهد الهندسة الإلكترونية والإلكترونيك لو ستيل اي 3 او. إذا كما واضح من خلال التسمية تاعها هذا يستعمل في من قبل تخصصات الإلكترونيات، هم بعيد نوعا ما عن تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانون إلى غير ذلك، ويعتمد على نفس الشيء النظام الرقمي كما شفنا في الدراسات الطبية لو سيستم نيميريك. فبعد يعني في كتابة المرجع في المتن، يعني بعد أخذ النص المقتبس مباشرة نكتب الرقم هذا واحد فقط، رقم واحد اللي هو يشير إلى هذا المرجع،
أما في قائمة المراجع فنكتبك تشوف هنا نعاود رجعنا تاني للحروف الأولى تاع الأسماء، فهم ألف بخلاف بعض اللي شفناهم سابقا يسبق اللقب على الاسم. الآن يقول لك هنا وضع الحرف الأول تاع الاسم، لأنه غالبا الحرف الأول يعني الحرف الأول غالبا ما يكون هو حرف تاع الاسم وليس اللقب، فهم اللقب هو الذي يكتب كاملا. فهم إذا تشوفوا هنا عنوان المرجع ثم فاصلة نديرو البلد نقطتين دار النشر فاصلة السنة نقطة. هذا فيما يخص منهج معهد الهندسة الإلكترونية والإلكترونيك. ثم منهج آخر من المناهج التي يكتب فيها المرجع في المتن منهج تورابيان، منهج تورابيان أو نمط تورابيان لو ستيل تورابيان. حتى هذا راه فيه طريقتين كما كان الشأن بخصوص منهج شيكاغو، كذلك منهج تورابيان يعتمد طريقتين في التعامل مع المراجع، الأولى في المتن كما راح نشوفوها هذه، والثانية أسفل الصفحة في الهامش اللي راح نشوفوها من بعد. وهذا المنهج تورابيان هذا في طريقته الأولى يستخدمه كثيرا أو يستخدم كثيرا في ميدان العلوم الاجتماعية، ويعتمد على نظام مكتوب مؤلف التاريخ أوتور دات، مؤلف التاريخ يعني بهذه الطريقة في المتن مباشرة بعد كتابة النص المقتبس نفتح قوس ونكتب يعني شلبي السنة فاصلة زايدين هنا الصفحة كما شفنا في منهج النون، كنا شفناها في منهج سابق. فهم الرقم اللي هو 25. أما في قائمة مراجع فنكتبه بهذه الطريقة يعني كاملا. فهم إذا يعني اختلاف في تقديم وتأخير يعني بعض المعلومات إلى غير ذلك. المنهج الثامن أو النمط الثامن اللي هو الستيل AMA. هذا المنهج يشبه نوعا ما طريقة فانكوفر مع بعض الاختلاف البسيط، ويستخدم بكثرة في الأبحاث والدراسات الطبية نفس الشيء. فهم غير أن نظام العمل في هذا المنهج يعتمد كذلك على النظام الرقمي للسيستم نيميريك، فالمعتمد في خطأ هنا معذرة في المتن هي الأرقام بدل الأسماء، نفس الشيء كما شفنا سابقا في المنهج المتعلق بالدراسات الطبية، على أن تكون الأرقام مرتفعة وبالحجم الصغير. هذا الاختلاف يعني بهذا الشكل كما نشوفوا هنايا. فهم شوفوا هنايا هذا الواحد هو يشير إلى المرجع، يضاف له رقم الصفحة التي اقتبسنا منها العبارة أو النص. فهم بهذه الطريقة يعني يكون في الأعلى، شوف النص يكون بهذه الطريقة ويكون بحجم أصغر وفي الأعلى، لأنه كاين تقنيا بعد راح نشوفها في الفيديو القادم إن شاء الله كيفية كتابة الأرقام هذه ولا حتى الحروف في الأعلى يعني بهذا الشكل. إذا هذا الرقم واحد يشير إلى المرجع، وهنا صفحة العبارة المقتبسة، القوس هنا راه كبير شوية خطأ مطبعي يكون بنفس الحجم تاع هذا القوس هذا هنا. وراح نوريكم طريقة كيف يكتب هذا الأخر في الفيديو القادم إن شاء الله. أما في قائمة المراجع فنكتبه بهذا الشكل يعني بهذه الطريقة. إذا قلنا دائما في اختلاف بسيط بين يعني المناهج في كتابة يعني تقديم ولا تأخير معلومات المرجع فقط. المنهج على ما أظن الأخير في هذا المطلب هذا هو منهج الشركة الأمريكية للكيمياء، نفس الشيء كذلك من خلال الاسم التحليل يسمى لو ستيل ACS American Chemical Society. المنهج يعتبر المرجع الرئيس في أعمال البحث المختصين في الكيمياء، وهو يعتمد على ثلاث حالات نظرا لأنه ما يهمناش بزاف ربما ما نوقفش عنده. الحالة الأولى حالة كتابة المرجع أسفل الصفحة، هذه موجودة في البند الثاني، أو يعتبر من قبيل ما سنتطرق له في البند الثاني. الحالة الثانية حالة كتابة المرجع بالنظام الرقمي، نظام فانكوفر الذي يعتمده الباحثون في العلوم الطبية. والحالة الثالثة هي حالة كتابة المرجع بنظام مؤلف تاريخ على طريقة الأبا المشهورة. أما في قائمة المراجع فيفرق بين حالتين. إذا اعتمدنا نظام مؤلف تاريخ يكون ترتيب ألفبائيا، شوفوا
ويكون عدديا إذا اعتمدنا النظام الرقمي بالأرقام، على أن تكون كتابة المرجع كالتالي، يعني المرجع في قائمة المراجع، مفهوم؟ في قائمة المراجع تكون بهذه الطريقة، مفهوم؟ الآن مع البند الثاني، التهميش في أسفل الصفحة، يعني كل الحالات أو الأنماط التسعة، ونزيد نأكد بأن ما هيش محصورة، يعني كل الأنماط إحنا اللي شفنا تسعة، وإلا فهي موجودة أنماط أخرى، زيادة على كل نمط من هذه الأنماط أو منهج من هذه المناهج، يعني عنده إصدارات، عنده إصدارات كما راح نشوفه فيما بعد. إذا الآن البند الثاني، التهميش في أسفل الصفحة، اللي كنا شفناه تهميش في المتن، الآن يعني الأنماط التي توثق في أسفل الصفحة، يعني في الهامش كما نقولوا حنايا عادة. المنهج الأول هو منهج شيكاغو ألف، لو ستيل شيكاغو أ، كنا شفنا شيكاغو بي اللي يكتب في المتن، الآن هذا اللي يكتب في الهامش، عفوا في الهامش. إذا قلنا هذا المعيار منشور في الدليل الصادر عن معيار شيكاغو، لأنه فيه معايير وفيه يعني أشياء ربما تحتاج نوعا ما إلى نوعا من التفصيل إلى غير ذلك، ربما احنا ما بغيناش نفصلوا أكثر من هذا. فمثلا كتابة المرجع بمنهج شيكاغو أ تكون بكتابة رقم صغير مرتفع بعد الانتهاء من كتابة النص المقتبس مباشرة، كما شفنا في المنهج السابق، بعدها يكتب المرجع بالهامش أسفل الصفحة كالتالي. بمعنى الآن هذا المنهج هذا هو تقريبا هي الطريقة اللي نعرفوها الآن، يعني الطريقة التقليدية الكلاسيكية، فهم؟ يعني نكتبنا مثلا جملة هنايا، فهم؟ هنا ما قدرناش ربما نعطو مثال عليه، لأنه شوية ربما قد يعقد لنا النص. هنا نكتب مثلا الرقم هنايا واحد، يعني الطريقة المعتادة اللي تعرفوها، يعني اللي يعرفها الكثير من الطلبة، نكتب الرقم ثم نهود الهامش ونكتب المرجع، يعني نكتب هذا المرجع كما دايرين هنا، شلبي أحمد فاصلة العنوان، شوفوا هنا بين قوسين يضع المعلومات الأخرى بين قوسين، شوف شلبي العنوان هنايا، هنا ما كاش قوسة، يعني فقط خطأ مطبعي، يجي مباشرة هنايا بعد العنوان نفتح قوس ونضع بهذا الترتيب البلد نقطتين دار النشر فاصلة السنة ونغلق القوس نقطة. هذا قلنا يوضع في الهامش، مفهوم؟ ولكن في الهامش كيفاش؟ يعني بعد رقم الإحالة اللي قلنا عليه، مثلا يكون رقم الإحالة ثم نضع، يعني بالطريقة المعتادة العادية التي نعرفها، مفهوم؟ هذه الطريقة التقليدية اللي رايحين احنا نركزوا عليها اكثر فيما بعد، يعني في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. اما في قائمه المراجع فيكتب بهذه الطريقه، شوفوا مختلفه نوعا ما فقط، يعني ماشي يعني لا تختلف كثيرا على هذه، شوفوا فقط هنايا شوف يقدم اللقب على الاسم، هنا تشوفوا في قائمه المراجع يقدم الاسم على اللقب وكاين فاصله، يعني بعض الاختلاف البسيط فقط. إذا هذا منهج شيكاغو أو نمط شيكاغو أ، هم أ. المنهج الثاني في فيما يتعلق بتهميشات أو توثيقات في أسفل الصفحة يسمى بمنهج أسكولا، لو ستيل أسكولا. هذا المنهج الذي يستخدم كثيرا في المدارس القانونية، ويقوم بكتابة رقم صغير مرتفع بعد الانتهاء من كتابة النص، نفس الشيء، فهم؟ بعدها يكتب المرجع بالهامش أسفل الصفحة كالتالي، فهم؟ هو تقريبا يشبه هذا منهج شيكاغو أ، فهم؟ اختلاف بسيط فقط غير في قضية ربما كتابة المعلومات هنا، فهم؟ اختلاف بسيط، مثلا شوف الاختلاف ربما تجده هنا، هنايا بين قوسين يفتح يدير البلد نقطتين دار النشر فاصلة السنة، هنا ما كانش البلد، فهم دار النشر فاصلة السنة، فهم هدف الهامش، هدف الهامش. أما في قائمة المراجع فيكتب بهذه الطريقة، شوف الهامش اسم كامل في
قائمة المراجع ماهوش الاسم كامل فقط، يعني اللقب والحرف الأول من الاسم والمعلومات التي تأتي بعدها. يعني هذا المنهج هذا هو المنهج أو النمط المستعمل كثيرا في العلوم القانونية أو لدى بعض المدارس القانونية، في تجده ربما كثيرا في الدول الأوروبية. ثم المنهج الثالث والأخير من المناهج التي توثق في الهامش هو منهج تيغابيون. كنا شفنا الطريقة الأولى نتاعو في التوثيق في المتن، هذه الطريقة الثانية نتاع منهج أو لو ستيل تيغابيون اللي يوثق في الأسفل، يعني الحالة الثانية أو النوع الثاني من لو ستيل تيغابيون هو منهج تيغابيون اللي يوثق في أسفل الصفحة بهذه الطريقة. ويستعمل هذا المنهج كثير لدى الباحثين في الآداب والتاريخ، ويكون بهذه الطريقة هيا لهنايا كتاب الثاني نفس الشيء رقم، لأنه رقم صغير مرتفع بعد الانتهاء من كتابة النص المقتبس، يعني الشيء العادي الذي نتعرف عليه. يعني بمعنى آخر أنه كل مناهج الثلاثة هذه اللي شفناها الآن شيكاغو وأسكولا وهذا، يعني كلها يعني عند نهاية النص المقتبس يعني نضع الرقم هذاك صغير في الأعلى نوع شوية هكذا شوية في الأعلى، ثم يعني نهود الهامش يعني أسفل الصفحة فهم ونكتب. أنا يميز بينما إذا كتب المرجع لأول مرة ثم أعيد الاقتباس منه، فعند ذكره لأول مرة يكتب كالتالي. شوف في أول مرة نكتبه بهذه الطريقة كلية زائد الصفحة، وفي حالة إعادته يعني المرة الزوجة والثالثة وكذا نكتبه بهذه الطريقة الصفحة. شوف يعني ما كانش هذيك مرجع سابق ولا نفس المرجع، لا يجب الالتزام بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. أما في قائمة المراجع فيكتب بهذه الطريقة، فهم هذا في منهج تيغابيون يعني في الحالة الثانية النوع الثاني منه. إذن كما شفتوا هذه أهم المناهج أو الأنماط الحديثة التي أنا في الحقيقة كنت أستطيع أنني لا أذكرها، ولكن فقط من باب الإفادة، يعني حتى من باب الإفادة يعني في هذه المرحلة، لأنه هذه المناهج ما هوش معناتها إحنا ما نستخدموهاش، خصوصا في بعض الأحيان حتى وإن كان يعني الدارسين في القانون يستعملوا المنهج أسكولا كما قلت لكم، ولكن في بعض الأحيان نحن ربما أنتم كطلبة مثلا ما لحقتوش لديك المرحلة، نحن كأساتذة في بعض الأحيان يطلب منا حين نشر مقالات أن نلتزم مثلا بنمط معين كنمط الأبا ولا أم أل أ، وبالتالي من الجيد على الطالب من الآن يعرف هذه المناهج، وأنا هذا هو الفائدة اللي بغيتها أنها تصلكم، يعني على الأقل تعرفوا هذه المناهج. ورايحين نشوفوا يعني في الفيديو القادم إن شاء الله بكل بساطة وسهولة رايحين نشوفوا كيفاش، لأنه هذا العمل هذا كله ما رايحينش أنتوما اللي تقوموا به، وإنما راه موجود على مستوى الوورد فورم لوفيس فيه يعني هذه المناهج كما راح نشوفوها كلها جاهزة، مع الباحث فقط أن يكتب المعلومات نتاع المرجع والوورد هو الذي يقوم بهذا العمل بعد اختيارك لمنهج معين أو لنمط معين تتبعه في البحث نتاعك، وراح الوورد هو الذي يقوم بهذه العملية أوتوماتيكيا كما راح نشوفه، لأنه كلام أكيد جدا الآن ما تفهموش، ولكن عمليا راح نشوفوا الطريقة التي ومن بعد نرجع للطريقة التقليدية نتاعنا العادية في توثيق وكيفية كتابة المراجع، يعني بنوع من التفصيل في محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى. إذن أشكركم أبنائي بناتي الطلبة على حسن الإصغاء والانتباه، رمضان كريم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.